دراسة الدكتوراه في قسم الميكانيك القوى، والذي يعتبر أول دراسة دكتوراه في الجامعة التقنية الشمالية. فمبارك لهم هذا الإنجاز العلمي الذي تحقق يعني بشق الأنفس ولمدة ولعمل متفاني دام أكثر من 3 سنوات. فنبارك لقسم ميكانيك القوى، وأيضا نبارك لعمادة الكلية التقنية الهندسية لهذا الإنجاز على اعتبارها أول كلية في الجامعة التقنية الشمالية تستحدث دراسة الدكتوراه. طبعاً مسيرة استحداث العمودي الذي بدأ في الجامعة التقنية الشمالية منذ أكثر من 3 سنوات، الحمد لله تكللت بنجاح كبير جداً في استحداث البرامج الدراسات العليا، حيث منذ استلام المنصب مساعد رئيس الجامعة كانت هناك فقط 3 برامج للدراسات العليا، برنامجين في الكلية التقنية الهندسية موصل وبرنامج واحد في الكلية التقنية كركوك. ولكن بفضل الله وبتكاتف جهود الجميع التشكيلات والكليات الموجودة في الجامعة استطعنا أن نستحدث أكثر من 17 برنامج ماجستير، بالإضافة إلى أكثر من 6 إلى 7 برامج دبلوم عامي، وماضين أيضا لدينا خطة طموحة في هذا المجال. سبب انتهازي للتكلم في هذا الموضوع بسبب حصولكم على مراتب علمية التي سوف تتيح لنا الفرصة الكبيرة في المضي قدما في مجال الاستحداثات، سواء كان على صعيد التوسع الأفقي في استحداث الأقسام العلمية التي تتطلب مراتب علمية عالية في الاختصاصات المختلفة، وأيضا التوسع العمودي الذي يتطلب أيضا حصول أساتذتنا الكرام على مراتب علمية أعلى وألقاب عالية جدا. فلهذا أبارك لهم هذا الإنجاز الكبير الذي سوف يضاف إلى سمعتهم الأكاديمية، وأنا أعتبر طبعا موضوع الترقية العلمية يعني هو هذا الإنجاز الحقيقي للباحث والتدريسي الأكاديمي أفضل من المناصب. يعني المناصب لا تدوم إلى أحد، هي مجرد تكليف وليس تشريف، وإنما أعتبر الألقاب العلمية هي التي سوف تصاحب اسم التدريسي أينما كان وأينما وجد. فنتمنى لهم الموفقية في حياتهم العلمية والأكاديمية، وأيضا نتمنى لباقي التدريسيين أن يكونوا هؤلاء الكوكبة الكبيرة التي حصلت أو النقلة النوعية، أنا أعتبرها الطفرة النوعية التي حدثت في مجال الترقية العلمية. فمنذ استلامي للمنصب حاليا وصلت أعداد المترقين علميا إلى أكثر من 178 تدريسي على صعيد الجامعة التقنية في مختلف الألقاب العلمية، وكان أيضا الألقاب الذين حصلوا عليها لقب الأستاذية هم الذين كانوا بالمرتبة الأولى، والغاية الرئيسية كانت للجامعة، فأيضا سعينا في هذا الموضوع. فالحمد لله هذه الإضافة النوعية من الأساتذة الذين حصلوا على لقب الأستاذية سوف يفتح آفاق كبيرة جدا للجامعة في مجال التصنيفات العملية، وأيضا في مجال استحداث أو المضي قدما في مجال استحداث شهادة الدكتوراه. فمبارك لهم هذا الإنجاز العلمي، مع تمنياتي لهم بمزيد من التألق والتفوق. شكرا جزيلا.